انا اسف بس جيت لك من غير ميعاد، بس الكلام لازم اقوله، ما ينفعش اتاجل ولا اتلف التليفون. خير يا انس؟ نور فيها حاجه؟ لا الحمد لله نور كويسه. امال في ايه؟ قلقتين؟ ما انت المفروض تقلقي، وضعك دلوقتي ما يطمنش خالص. وضع اللي انا فيه ولا ايه؟ مع الاستاذ جوزك. ايوه مش فاهمه، ماله ماله الاستاذ جوزك؟ بص يا نجوى، اللي انا كنت الاول بحاول ابعدك عنه بسبب شكوكي، دلوقتي المفروض ان انا احاول احميكي منه، لان الشكوك دي اتاكدت. شكوكي؟ انا مش فاهمه حاجه يا انس. جلال حرب زي ما انت فاكره خالص يا نجوى، مصادر اعماله اللي قاعد بيلعب بيها في السوق دي كلها مشكوك فيها، ورجال اعمال كبار كانوا هيدخلوا معاه في شراكات وفي شغل، وفي اخر ثانيه رجعوا في كلامهم لما الشكوك اتاكدت. يعني هو بيتاجر في السلاح ولا في المخدرات ولا يكون شغال في تجاره الاعضاء؟ اي حاجه ممكن تتخيليها، الموضوع من اوله لاخره غسيل اموال. جاي يا انس، معقوله انت الدرجه دي انت غلبان؟ غلبان؟ غلبان. امال انت عايزني اسمي ده ايه؟ في الاول كنت فاكره انك مصدوم ان انا هتجوز راجل تاني، غيران يعني، بس دلوقتي بعد الكلام اللي انت جاي دلوقتي تقوله هنا وفي مكتبي، يبقى انت اكيد خرفت. خرفت ايه يا نجوى؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ امال انت عايزني اسمي ده ايه؟ انت جاي يا انس عشان تثبت لي ان غلطت، ان اخترت راجل تاني اكمل معاه حياتي؟ يا نجوى انت مش فاهمه حاجه. بالعكس، انا ما كنتش فاهمه انت كنت بتعمل كده ليه.